أنا عمر علي، تولد 1969، من سكان مدينة الرقة منذ أكثر من 25 سنة. أعمل محامي منذ أكثر من 20 سنة. في منتصف شهر تموز 2017، فترة قبل الظهيرة، سمعت باب المنزل يطرق، فسارعت بفتح الباب. شاهدت ثلاثة نسوة مع شاب. أحد النساء ذكرت لي اسمها وعرفتها، وسألت عن زوجتي. قلت لها هي ليست في البيت. طلبت مني السماح لها لهم بالدخول إلى المنزل، كون هناك موضوع خاص. ففتحت لهم الباب ودخلوا. فقالت ذكرت لي بأنها هذه الفتاة طبعا مع طفل لها، مسكت في بلباسنا وطلبت مني أن أساعدها، لكنني لم أفهم عليها كونها تتكلم الكردية، يعني كنا نشك أنها تتكلم الكردية، لا تعرف العربية. فجلبناها لعندكم كونكم أكراد، نعرف أنكم أكراد وموجودين في الرقة، لذلك ربما تفهمون عليه أكثر وتقدمون لها المساعدة أكثر من أي مكان آخر. فعندما تحدثت معها بالكردية أجهشت بالبكاء وتمسكت في وأصبحت تبوس يدي، فعرفت بأنها إيزيدية. ذكرت لي بأنها من سنجار، هي شنغال نفسها، وهي من حي نصرة اسمها هيام بكر. عمرها أثناء ما كانت عندي حوالي 16 أو 17 سنة. والامرأة كانت أسيرة لدى داعش ولجأت إلي بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل. عندما كانت الامرأة الأسيرة الإيزيدية موجودة لدي في البيت، كنت أخطط لكيفية إخراجها من مدينة الرقة بطريقة آمنة، لكني لا أستطيع إخراجها بوسائل النقل العامة، كون قبل عدة أشهر أصدر تنظيم داعش قرار بمنع مغادرة أي شخص مدينة الرقة إلا بموافقة ديوان الحسبة. أحد الأصدقاء هو كان زبون عندي بالمكتب، يعني أحد موكليني، أعرف لديه وسيلة نقل خاصة، فطرحت عليه الفكرة، تشجع كثيرا، أصبحنا نخطط. هو لديه وسيلة سيارة شاحنة، لديه ابن عمره حوالي 30 سنة، هو سائق على السيارة. جلبت هذه الفتاة لعندهم وأصبحنا نخطط كيفية الإخراج. فخططنا بأن يأخذ الابن هذا السائق نفسه دفتر عائلة زوجته وهوية زوجته، وعلى أساس هذه زوجته وهذا ابنه. شرحوا لي بأنهم تنقلوا من الرقة من الطريق الشرقي، أصبحوا يتجهوا من الشمال الشرقي باتجاه من قرية إلى قرية، من قرية إلى قرية، إلى أن وصلوا إلى منطقة اسمها التروازية. الليلة التي قبلها لم أنام، وهذه الليلة أيضا لم أنام، من خشية أول الفرحة، وثاني شيء الخشية من العقوب ومن انكشاف أمرنا. وباليوم الثاني شاهدت وسائل التواصل الاجتماعي عبر النت، عبر الفيسبوك، نشروا خبر مفاده تمكنت امرأة إيزيدية مع طفلها بالخروج والذهاب من مدينة الرقة باتجاه، وتمكنت بالوصول إلى ذويها.